منذ شهرين حالة محمد الأيوبي، فهو مسن ومحكوم بعشرين سنة من مجموعة قديم زيك، المجموعة الشهيرة، وتأثر بظروف الاعتقال وتعرض لجريمة تعذيب وفي أبشع أشكالها، وهو جريمة الاغتصاب. وقد أدلى بهذه الجريمة وبهذه الشهادة عفواً في أثناء محاكمته ولوسائل الإعلام، وبقي مهملاً في المستشفى حتى استشهد منذ شهرين. وكنت طبعاً ضمن مجموعة كبيرة من النساء، من بينها الحوامل ومن بينها المرضعات ومن بينها القاصرات ومن بينها العجزة، وكانت هذه المرحلة تمارس علينا شتى أنواع التعذيب. إحنا نرفض ذا الواقع، ونباغين من خلالكم ترفضوا ذا الواقع وتقولوا حقوها لبلدانكم، عنا رافضين ذا الواقع وباغينكم تتعاونوا معنا على رفض ذا الواقع. من ليه أنتم مستسلمين له؟ نموتوا في الشوارع تحت سحل وأقدام الجلادين المغاربة وما نحضروا رؤوسنا ولا نستسلموا ورافعات علمنا، ابغى اللي يبغى وكره اللي يكره. قدرنا إذن أن نعيش تجربة مريرة كلفتنا الكثير، كلفتنا أعداداً من المختطفين الذين لا زال مصير 560 مجهولاً إلى اليوم، كلفتنا الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يحملون إلى اليوم مرارة وآثار التعذيب والتجربة القاسية في السجون والمخابئ السرية.